مرحبا، بهيدا الفيديو بدي أعرفكن على أبليكيشن اسمها HandBrake. هيدي الأبليكيشن بتساعدنا نتحكم بالسايز للصور والفيديوز. مثلا إذا نحن أساتذة وبدنا نبعت فيديو شرح لتلاميذنا أو صور وعم بيكونوا كبار وعم بياخدوا مساحة عندكن وعند تلاميذكن، الحل هو مع هيدي الأبليكيشن. أول شي منروح على Open Source، نكبس عليها ومننقي الفيديو يلي نحن محضرينه لتلاميذنا وبدنا نبعتلن إياه. أنا هون عندي Explanation والسايز تبع هيدا الفيديو هو 58.9 ميجا بايت. بكبس على Open وهيك صار هيدا الفيديو موجود على الأبليكيشن. بروح هلأ على البريسات، بكبس هون وهون في كذا خيار. الأبليكيشن بتزبط السايز تبع الفيديو على حسب نحنا وين بدنا نحطه، على ويب سايت، بدنا نبعته على ديفايسز. بما انه نحنا اغلب التلاميذ عم بيكون مع تليفونات سو بنكبس على ديفايسز، وهون كمان في كذا خيار. إذا نحن بنعرف أغلبية تلاميذنا شو في مع نوعية التليفون بيكون سهل علينا نختار. أنا رح نقي أندرويد 480p30 وحأكبس هلأ على Start Encoding تيبلش يغير السايز تبع الفيديو. وهون هيك بلش يعمل Encoding، حأنطر ليصير 100%. وهلأ بعد ما خلص يعمل Encoding الفيديو الجديد نعمله Save باسم Explanation.m4v بالفيديوز. سو هلأ رح سكر هون، حروح على الفايلز، على الفيديوز، وهيدا الفيديو الجديد صار موجود هون. بدي روح على البروبرتيز، سايز تبع هيدا الفيديو صار 27.6 ميجا بايت بعد ما كان 58.9. سو هلأ هيدا الفيديو صار أصغر، صار بياخد وقت أقل إنه نبعته لعند تلاميذنا، بياخد مساحة أقل. شكراً.